صباح الخير للجميع صباح النور دكتور صباح النور يا هلا دكتور كيف إيه كان الامتحان؟ الله سهل طب الحمد لله الحمد لله يعني سهل بس ما ظبطش فيه مين اللي بدوش يظبط فيه؟ ليش؟ عشان الوقت صرت ولا شيء فجرت 20 سؤال الآن 13 يعني بس ما كان ما بس. كان مكتوب عندكم ده كم ده. سؤال؟ على 200 ولا حرام ما, ك... ما كان مكتوب كم سؤال عندكم مكتوب بلى 13 كانوا او 12 12 ما انتبهتش انا اول شيء انت ما انتبهتش مش هو مش مكتوب انا فكرت مش كاتبين لكم بس لا الدكتوره قصدي حرام ليش على الدائره الواحده علامه ونص وعلامتين النتايه ليش ما خلوها واحده علامه واحده شو بهمكم يعني شو بتفرقوا يعني الغلطة الواحدة بتأثر أكثر. والله بتفرق يا دكتورة والله بتفرق لأنه فيش وقت طويل 50 دقيقة فإذا بدك تجيب كل شيء عليه علامة بدك وقت أكثر وأسئلة أكثر يعني مش مشكلة بس حرام غلطة واحدة لا مشكلة لا 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 لأنه المودل مش محجوز لكم لحالكم في في امتحانات ثانية الجامعة مقسمين وقت المودل حسب الشعب فهيك يعني ما بقدروا يعطوكم وقت أكثر من هيك عشان الضغط يعني؟ اه الموديل, الموديل, كده الموديل, كده كان ليش ليش الموديل ما ليش عندكم جلستين؟ ليش عندكم جلستين؟ لانه المودل ما بيستوعب عدد الطلاب كثير كبير فمش كل يعني ما بينفعش كل الجامعه تعمل امتحانات براحتها ويكون في ضغط فالوقت في الموديل موزع على كل امتحانات الجامعه فلهيك الوقت محدود يعني ما ما بقدروا اكثر من هيك اه نعم. يعني يعني شيء مضطرين يعني احكي يا فاطمه آه دكتوره في اسئله انه احنا نعبي الفراغ هلا نحط حطينا منزله ولا منزلتين كيف رح يصحح شو كاتب لكم هو؟ كان كاتب لكم حطوا نقطة وتحطوش فاصلة صح؟ بس حاطط حطوا نقطة وما تحطوا فاصلة، احنا كمان احنا بلع... مرة حطيت منزلتين عشرية، ما حطيت منزلة عشرية. ايش ما رح, رح يحسب؟ لأنه مرة قلتي ما انه أول منزلتين اه احنا بالعادة بناخذ منزلتين بس ما بعرف كيف رح يصلح يصلح لكم يمكن أصلاً ما يعتبرش منازل، ما بعرف بس يعني ما تخافوا بكون اشي لصالحكم لما تشوفوا العلامات اي شيء بدكم تراجعوه بعتولي لي بس مش انه بدكم نراجعه يعني بالعقل يعني الامتحان الماضي بعثوا لنا مراجعات غريبه عجيبه دكتورة سو انت بنزلين العلامات شو؟ وانت بنزلين العلامات بعد 24 ساعة تقريبا ايه بنزل مشروع اخرى مشروع لا لسه بدنا نزله مشروع انا بنزله بس هذا الامتحان المود اللي بنزل علامته بعد يا دكتوره مشروع وين انت يا بكره يا بعده ان شاء الله ماشي إن, ان شاء الله تعالى, تعالى. دكتور الفراغات تصحيح يعني يدوي إيه ولا الكتروني؟ كله الكتروني ما بنصحح إشي احنا طب هيك بصير في اغلاط كثيره في غلط كثير <applause> حيكون دكتور ما تصحيح الكتروني يعني واحد قريب عشر عشان مثلا بدل 0.9 حط 0.85 مثلا 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 انا كتبت ثلاث مكانات مثلا، ايه كيف؟ بعرف بصراحة ما بعرف كيف الالكتروني بيكون ماينس بلس يعني ولا بيكون لأقرب شيء ما ما بعرف كيف أول مرة أصلاً بجيبوا امتحان تكون تكتب الجواب ما بعرف كيف مبرمجينه بس بس زي ما بحكي لكم لما بيرجع لكم لما بتشوفوا الامتحان أي شيء فيه مشكلة بتراجعوا إن شاء الله ما تخافوا ماشي ماشي إن شاء الله ما تخافوا ما تخافوا شفتوا بالامتحان الاول اي شيء كان فيه خلل عدلناه يعني حتى لو السؤال فيه خلل او الاجابات فيها خلل عدلناه فما تخافوا من هاي الناحيه بس اجمالا علاماتكم كويسه بس حسيت الاول احسن كنت فيه يمكن لانه ماده قصيره وهيك ما بعرف اه صح انت ببين عندك مباشرة اه لا ببي... ببين ما بمش... بشوف كل واحد شو جاي بس بشوف الافرج يعني الافرج للاول كان اعلى شوي صغير مش كثير يعني فرق يعني اعلى افرج الاول كنتوا تسعه 8.9 هلا الافرج عندي 8.5 8 يعني شوية الافرج للاول شوية صغيره اعلى مو من 20 لا بحكي الافرج انه قديش بس اقارنهم ببعض بعرف انه من 20 اذا الافرج 17 بتكون 8.5 من 10 <applause> مش رح اقارن 20 بعشره طب قول 20 لا لا يعني بحولها ل 10 وبقارنهم من 10 2 اه انتوا فكرتوا افرج 80 ونص لا قصدي من 10 <applause> لا لا طيب دكتوره اذا حسب علمك الفاينل الكتروني ولا والله ما حدا بيعلم لا حسب علمي ولا حسب علم حدا تاني ما حدا بيعلم إشي لحد الان من هون للاسبوع الجاي ان شاء الله الامور بتكون مبينه ان شاء الله أو... إيش بدون محاضراتك الاسبوع الجاي، والله ما احلى محاضره طيب احضر التسجيل كل يوم ثلاث مرات <applause> باليوم بعد الاكل منيح ابشري ابشري طيب احنا اليوم يعني ان شاء الله بتكون اخر محاضره والله اعلم هلا اذا مشينا فيها منيح اليوم تشابتر 16 اخذنا بالاول الكومن ايون افكت <applause> طبعا انتم الحضور المره الماضيه كان مش كثير بس بدي ارجع اعيد شويه معلومات اللي هو الكومن ايون انه بكون في عندي حمض او قاعدة ضعيف وانا بضيف ملح بيحتوي على المرافق لإله يعني لو كان في عندي الأستيك اسيد acid. لما الأستيك اسيد acid بحطه بالماء بتاين جزئيا طبعا بتفكك يعني او بنحكي هو حمض ضعيف فبيعطيني ديسوشيشن قليل فبيعطيني الاتش بلس والسي اتش 3 سي او ماينس اللي هي القاعده المرافقه لإله لما أنا بضيف ملح بيحتوي على القاعدة المرافقة هذا الإشي بيأثر عليه الملح لما إحنا بنحطه بالمية بتأين كليا فمعناها إنه أنا هاي القاعدة المرافقة هي نفسها موجودة في الحمض مش موجودة فيه لأنه تفكك وأعطاني إياها فكأني أنا هون زدت تركيزها من مصدر ثاني شو المصدر التاني؟ اللي هو الملح لما أنا بزيد تركيز مادة حسب مبدأ لوتشتلية وين لازم يروح التفاعل عشان يرجع للإيكوليبريا يعدل. يسار للشمال فهي هي مفهوم الكومون ايون كومون ايون انه يكون في عندك حمض او قاعده وانت تضيف ملح بيحتوي على الجزء المرافق له يعني اذا حمض بضيف ملح بيحتوي على القاعده المرافقه اذا قاعده بضيف ملح بيحتوي على حمضها المرافق هذا الاشي بياثر على الايكوليبريم انه بيخليه يعمل شيفت للمواد المتفاعله او عكس الجهه الموجوده فيها الاشي المرافق طيب هذا لايش بنستفيد منه احنا؟ هذا بنستفيد منه بالبفر سوليوشنز المحاليل المنظمه. قبل هيك اشتقينا معادله حطينا الملح وحطينا الحمض وحطينا كي ايش بتساوي وحكينا في عندنا معادله اسمها هندرسون هازلبلخ ايكويجن استنتجنا بالاخير انه اذا بدي احسب بي اتش لمحلول حمض مع ملح بيحتوي على قاعدته المرافقة بيكون عندي البي اتش بيساوي بي كي زائد لوج تركيز الكونجوكيت بيس على الاسد تركيز الاسد هو تركيز الحمض الموجود في 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 المحلول عندي تركيز الكونجوكيت بيس الكونجوكيت بيس صار لها مصدرين الملح اللي انا حطيته والحمض لما بتفككه بيعطيني هذا الجزء الصغير فبيكون هذا الجزء الصغير اكس بيكون كثير صغير فبالعادة نعتمد مصدر الكونجكت بيس هو الملح فلما بدي أعود أرقام في هاي المعادلة الكونجكت بيس بعتبر مصدرها الملح والأسد بعتبر مصدره الحمض زي ما أنا حطيته وحلينا هذا السؤال هذا السؤال كان بدي يعني أحسب البي اتش لحمض ضعيف بعيد دائما الحمض الضعيف بس ألخص يعني هاي أشياء تعلمناها المرة الماضية إذا بدي أحسب البي اتش بدي أكون عارفة كي ايه؟ بحط تركيز البدائي ناقص X وهنا زائد X وهنا زائد X هاي قاعده هيك بمشي عليها بعدين هاي القاعده عندي بحط KA بتساوي تركيز الاتش بلاس بتركيز الاي ماينس شوي على تركيز الاتش ا من قيمه KA هون بكون عندي اكس تربيع وهون التركيز البدائي ناقص اكس بطلع تركيز الاتش بلس بوجد البي اتش هذا للحمض لحاله اذا الحمض الضعيف لحاله لازم انا اطلع تركيز الاتش بلس بعدين اطلع البي اتش اذا كان عندي الحمض ومعه ملح بحط قانون البي اتش بيساوي بي زائد لوج تركيز القاعده المرافقه على الحمض شو تركيز القاعده المرافقه برايكم إذا الملح تركيزه 0.3 قديش تركيز تركيز القانون؟ نفس الشيء تركيز الملح طيب تركيز الحمض البدائي اللي هو إيش؟ 0.2 بتعوضوا مباشرة بهذا القانون وبتوجدوا ال إتش. إذا بعيد أنا بس عم بلخص هذا الحكي تعلمناه المرة الماضية عم بلخص لأنه عشان تفهم البفر لازم تكون فاهم هذا الحكي فاللي مش حاضرين المحاضرة السابقة لازم هلا يبلشوا يربطوا طيب حلينا هذا السؤال هلا اليوم انا بدي احكي على البفر سوليوشن شو هو البفر لما نحل هناك اهمل الاكس 0.2 ناقص اكس اه بتهمل الاكس وانا حكيت اذا بدك تتاكد انه انت صح انك تهمل اكس بتقسم اكس على تركيز الاسيد لازم تكون اقل من 5% نعم. اذا بدك تتاكد انك صح انك تهمل اكس اكس في الزايد او بالناقص يعني إذا زائد إكس أو ناقص إكس بدك تهملها لازم بعد ما تحل المعادلة وتطلع قيمة إكس تكون إكس على التركيز البدائي جوابها أقل من 5% طيب دكتورة نعم عمرهم جابوها إنه أكثر يعني من 5% هلا إحنا بالعاده بنفضل تكون إحنا بالعاده بنجيبها تكون أقل بس مرة من السنين كانت ال يعني للصدفه طلعت اكثر من 5% فرجعنا عدلنا التصليح للطلاب، يعني بالعاده كله بمصلحتكم ما تخافوا يعني، بالعاده بنحملها يعني هو طيب يعني لو ما اهملناهاش بنحلش السؤال ولا تشير بتصير بدك معادله وتحلها حسب المعادلة آه. التربيعية او هيك، بصير محلها اعقد، آه. فإحنا عشان نسهل على الطلاب بنجيب لهم دائما اسئله يهملوا فيها قيمه اكس تمام تمام هلا البفر سوليوشن شو هو البفر سوليوشن المحلول المنظم هو المحلول اللي بيقاوم التغييرات البسيطه بالبي اتش يعني هذا المحلول اذا انا بدي احط عليه شويه شويه طبعا تغييرات بسيطه مش بحط عليه 5 لتر البي المحلول المنظم هو محلول اذا انت حطيت لك شويه حمض ولا قاعده ما بتغير كتير البي اتش تغير بكمية كتير صغيرة بنهملها فبنحكي المحلول المنظم هو المحلول اللي بيقاوم التغييرات في البي اتش من ايش بتكون المحلول المنظم بتكون من ويك اسد مع قاعدته المرافقة من مصدر ملح سمعتوا؟ لانه الويك اسد دائما موجود مع قاعدته المرافقة ولكن ويك اسد مع ملح بيحتوي على قاعدته المرافقة أو ويك بيس مع ملح بيحتوي على حمض المرافق لازم اثنين موجودين مع بعض بنفعش تكون الويك أسد لحاله ولا الويك بيس لحالها ويك أسد مع ملح ويك بيس مع ملح بيحتوي على الاشي المرافق لإله اذا البي اتش او البفر سوليوشن بقاوم التغييرات البسيطه في البي اتش فدائما عندي ويك اسيد مع ملح بيحتوي على قاعدته المرافقة هذا الأسد هاي قاعدته المرافقة هذا الملح بيحتوي على هاي القاعدة المرافقة للأسد طيب شو اللي بيصير عنا لما أنا بضيف حمض على المحلول المنظم شو رأيكم أول شغلة اكتب لي معادلة الحمض سي اتش 3 سي او او تعطيني سي اتش 3 سي او او سالب زائد اتش بلس لما انا بضيف اسد شو الجزء من هاي المعادله اللي بيتاثر باضافه الاسد اليمين الاسد بيتفاعل مع الشمال اللي هو الحمض ولا بيتفاعل مع اليمين اللي هي القاعده اليمين اليمين بس مش مع هاي اكيد صح اه مع ال CH3 CO مع القاعده المرافقه طيب لما بضيف اتش بلاس بتفاعل مع هاي القاعده المرافقه هل بضلوا تركيزها ثابت ولا بيستهلك منها بيستهلك يعني بكل تركيزها صح صحيح شو بعمل الايكولبريام عشان يعدل هذا الحكي بنتج 3 سي او كمان مره احنا ضفنا اتش بلس بتفاعل لي مع هاي مع القاعده المرافقه لما تتفاعل بصير تركيزها يتناقص عشان يعدل الايكولبريام بروح باتجاه النقصان اليمين يعني ايوه برافو لما بضيف قاعدة شو بصير عندي؟ مع أي جزئية بتتفاعل القاعدة؟ مع الحمد اللي على اليسار بالضبط لما بضيف أنا قاعدة بتتفاعل مع الجهة مع هون مع الحمد هون فزي كأني بستهلك من هون فبصير الإكوليبريم بده يعدل فبروح لجهات الشمال طيب بجوز واحد فيكم يجيبوني طب ليش بتفاعلش مع هاي الاتش لانك انت عندك تركيز هاي كثير كبير، هدول تركيزهم صغير، لو تتفاعل مع هاي الاتش بلس بتخلص وبكمل تفاعل مع هاي، فبكل الاحوال بدك تركز على هون انت. طيب اذا انا اذا في عندي محلول منظم وضفت عليه اتش سي لو كانت مي المي مش محلول منظم رح ينزل البي اتش كتير بطريقه ملحوظه بس اذا كان عندي بفر سوليوشن وانا ضفت عليه حمض زي الاتش سي ال راح يكون التغيير في البي اتش مش ملاحظ كثير رح يكون في عندي ثبات بالبي اتش وما في تغيير ليش الحمض القوي بينفعش يكون محلول منظم الحمض القوي لما بحطه بالمي زي الاتش ان او 3 شو بيعطيني وسط حمض اتش بلس وان او 3 ماينس هل بضل شيء من الاتش ان او 3 لا مستهلك كل في عندي عندي اكوليبريم يروح يمين ويسار وما يتغيرش البي اتش كثير؟ لا باتجاه واحد باتجاه واحد ما عندي اكوليبريم يروح يمين ويسار ويعدل التغيير في البي اتش فالحمض القوي بتأين كليا ما بضلش شيء منه ما فيش عندي اكوليبريم بينما الحمض الضعيف بيكون في عندي الحمض كلياته متأين بجزئيه كثير صغيره وعشان انا هاي ال NO3- تتعوض عندي بروح بجيب ملح بيحتوي عليها فزي كأنه المحلول المنظم في عبارة عن حمض وقاعدة بتركيز منيحة الحمض نفسه تركيزه بضله عالي لأنه بتفككش كتير والقاعدة المرافقة لأنه تركيزها كتير قليل بروح بجيب ملح بيحتوي عليها عشان هذا التعويض بالتركيز لإلها فعشان هيك المحلول المنظم عبارة عن حمض ضعيف وملح بيحتوي على قاعدته المرافقة أو قاعدة ضعيفة وحمض بيحتوي على حمض وملح بيحتوي على حمضها المرافق. هون بشرح لك كمان مره حمض ضعيف ملح بيحتوي على القاعده المرافقه. حكينا الحمض تركيزه عالي القاعده المرافقه التركيز العالي لإلها بيكون مصدره الملح اللي انا ضايفته. لما بضيف حمض كمان مره مع مين بتفاعل؟ مع القاعده. مع القاعدة المرافقة بكل تركيزها بعمل شفت لهي الجهة. لما بضيف قاعدة مع مين بتتفاعل؟ الحمد الملازم؟ مع الحمض بكل تركيزه وبعمل الاكوليبريم شيفت لهي إن... لما تضيفي قاعدة بتتفاعل مع الحمض ولا الحمض الملازم؟ عندك هاي الحمض وهاي قاعدته المرافقة. لما طيب. تضيف حمض مع مين بتفاعل؟ مع القاعدة الملازمة طيب وين بده يروح الاكوليبريم؟ نحو اليمين عشان طيب لما بتضيف قاعدة مع مين تتفاعل على الحمض نفسه اللي هو الاتش اي اه هنا ما عندك ايكوليبريوم ما دخلك هون انت انت بتشتغل هون بدك تشوف يمين يسار بتشتغل هون ولما نضيف الاتش اي كمان حمض ولا وين بتجي التفاعل مع مين بتفاعل الاتش اي انت بس تضيف ما كانك بتزيد تركيز ماده انت لما بتضيف ماده قاعده بتستهلك بتتفاعل مع شيء وبتستهلكه لما اضيف انا حمض بتفاعل لي مع الاتش اي ولا الاي ماينس؟ مع الاي ماينس طبعا فبكل تركيز هون بيروح الاكوليبريم؟ لليمين لليمين، لما بضيف قاعده بتتفاعل مع مين؟ مع الحمض مع الحمض بكل تركيز وين بروح الاكوليبريم؟ لليسار شمال عشان يرجع لاكوليبريم جديد حسب مبدا لوتشاتليا طيب هون برجع بشرح لك لما بضيف قاعده اسالوا مين بده يسال كان؟ طيب هون برجع بحكي لما بتضيف قاعدة نفس ما أنا شرحت لكم هلأ بسألني مين من هدول البيرز الأزواج عبارة عن بنفع يكون بفر سوليوشن إذا بجيب KH2PO4 مع H3PO4 بسأل حالي أول سؤال هل هذا حمض ضعيف ولا قوي؟ ضعيف 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 شو يعني؟ بنفع يزبط بنفع هلا شو قاعدته المرافقه لهذا الاتش 3 po 4 اول ما يخسر بروتون ليش بتحول H2 po 4 سالب H2 بي 4 سالب اللي هو موجود الايون السالب مع البوتاسيوم في ملح يعني هذا ويك اسيد مع سولت بيحتوي على قاعدته المرافقه بنفع بفر ولا ما بنفع 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 اذا هذا بنفع بي naclo 4 و HClO4 هذا حمض قوي ولا ضعيف؟ قوي بينفع قوي اذا هذا سترونج اسيد مجرد ما شفت سترونج اسيد خلص بتطلعش على شيء ما بنفع بفر سي سي 5 إتش 5 إن بالعاده الاشياء بعيد. هي قاعده هي قاعده ضعيفه ما حفظناها قاعده قويه ويك بيس طيب القاعده تكسب بروتون يعني حمضها هالمرافق بده يكون زيها بس بزياده هيدروجين موجود مع سي ال لما ب... لما يكون عندها بزياده هيدروجين يعني عليها كلها شحنه موجبه مع السي ال سالب يعني هذا كله ملح يعني ملح بيحتوي على الحمض المرافق للقاعده يعني هذا بنفع بفر ولا لا بنفع اذا هذا بتنفع بفر رقم C اذا رقم سي عندي قاعده وحمضها المرافق في ملح فبتنفع تكون بفر فاي بفر -B ما بنفع يكون بفر -C بنفع يكون بفر تمام مم. طب نحل سؤال calculate the pH of a buffer solution containing 1 مولر CH3COOH زائد واحد مولر CH3COONA ما راح أحكي عبي قبل ما أحله إيه. باجي إيه. لقى تعلمنا معادلة بتقولنا ال pH بيساوي pKa زائد log ماينس على ال HA تعال نطبق على المعادلة pH لازم أكون عارفة ka لازم يعطيني جدول يقول لي قديش قيمة ka ka لهذا ال 1.8 في 10 قوة سالب 5 فسالب لوج 1.8 في 10 قوة سالب 5 زائد لوج قديش تركيز الـ A ماينس القاعدة المرافقة حكينا القاعدة المرافقة من وين بعتمد تركيزها في هذا القانون من الملح من الملح تركيزها يعني, يعني واحد على قديش تركيز الاسد هيو واحد. واحد واحد وبطلع الجواب رح يطلع معنا البي اتش بيساوي شوفوا هون شو حل هو ما حل زي هون بتعرف شو عمل هون حط المعادله وحط تركيز الابتدائي وعمل له ناقص اكس وحط اكس واكس حط هون اكس زائد التركيز اللي جاي من ال... من البيز وحل المعادله بناء على كي اي وطلع قديش تركيز الاتش بلس ورجع اخذ البي اتش بصح لك تحل بهي الطريقه بس مين اسهل لك تحل بهي الطريقه ولا تحل مباشره على القانون على القانون اسهل على القانون فالجواب 4.74 طيب شوفوا شو بده في بي بي شو بكله طلعوا لي على بي بي بكل إذا أنت عندك هذا المحلول What, what's the, the, pH of the buffer system after the addition of 0.1 mol HCl لواحد لتر من هذا المحلول المحلول كله واحد لتر حطينا 10 مول قديش يعني التركيز بصير؟ 10 مول لكل لتر برافو 0.1 على واحد. 1 فبتطلع 0.1 مولر <applause> طيب بكل لي اعتبر انه الفوليوم للسوليوشن ما تغير يعني كلهم نفس الفوليوم كله نفس الفوليوم لما ضفت عليه الاتش سي ال ما تغير الفوليوم عندك المعادلة اللي عندي كانت CH3COOH تعطيني CH3COO- H+ قديش تركيز الـ CH3COOH؟ 1 مولر صح؟ قديش تركيز القاعدة عندي؟ من وين اخذ تركيز القاعده؟ من الملح واحد الملح 1 مولر والاتش بلس انا انسى ما ما بيلزمني تركيزه اصلا لما انا بحط عشر مول HCl سي ال يعني عشر القاعده بتفاعل مع, مع القاعده بتفاعل. ايوه بتفاعل. بتفاعل مع القاعده قديش من هاي القاعده بده يتفاعل؟ لما انا بحط عشر, عشر لما. لما انا بحط عشر بده يتفاعل منها عشر، هل بضلوا تركيزها واحد مولر ولا بنقص عشر؟ بنقص بده يروح لليمين رح يزيد معوني اسمعوني، أول شيء قبل ما تشوف بيروح يمين ولا يسار، هل لسه لسه احنا ما رحناش ليش بده يعمل شفت لوين؟ احنا لسه ما حكيتش على الشيفت أنا. أنا قاعد بحكي شو اللي بصير لما بحط حمض. لما بحط حمض على بفر سوليوشن الحمض راح يتفاعل مع القاعدة راح يقل قديش راح يتفا... هاي القاعدة قديش راح يتفاعل منها مش أنا قبل شوي كنت كلكم لما بتحطوا حمض بتفاعل مع القاعدة وبقل تركيزها مش كنت أحكي هاي الكلمة قديش قل تركيزها كل اللي أنت قديش قل تركيزها عشر. يعني صار تركيزها 0.9 طيب لما قل تركيزها تفاعلت تفاعلت أنتجت لي هذا الحمض مش هي لما تتفاعل القاعدة رح تروح لهون قديش الزيادة في هاي ال ch 3 أتش إذا هاي نقصت عشر، قديش هاي رح تزيد؟ بتزيد عشر يعني قديش رح يصير تركيزها؟ 1.1 هذا اللي صار عندي، هلا الإكوليبريم عشان يعدل هذا الخلل اللي صار عنده، شو بده يعمل؟ بده يروح لليمين بده يروح لليمين بده يروح لليمين بقديش بمقدار إكس، أنا بعرفش، فبقول هنا 1.1 ناقص إكس وهون صار عندي 0.9 زائد x شفتوا شو اللي صار؟ فكل كلمة كنت بحكيها هلا أنا عم بترجمها بالأرقام، إذا بعيد كمان مرة أنا عندي بفر سوليوشن اللي بيحتوي على حمض وقاعدته المرافقة. طيب هذا البفر سوليوشن بكتب المعادلة أول شغلة بعملها، لما أنا ضفت حمض قلت لكم أنا بتفاعل الحمض مع القاعدة هاي وبكل تركيزها. هاي الكلمة بدك تترجمها لأرقام. لما أنا ضفت عشر هي موجود منها واحد مولر، هذا العشر بتفاعل مع عشر منها فبضل منها 0.9 هاي الماده لما تفاعلت العشر اتجه لهي الجهه فهاي زادت بمقدار عشر هاي التراكيز اللي صارت لما انا ضفت أسد هلا الايكوليبريوم بده يعدل وضعه وين بده يروح عشان يعدل وضعه بده يروح باتجاه المواد الناتجه فبصير عندي تركيز القاعده 0.9 زائد اكس الاتش بلس هاي بدها تصير زائد اكس بعرفش اصلا انا تركيزها والواحد 1.1 واحد ناقص اكس هلا بكتب كي ايه زي ما تعودنا خلينا نيجي نحلها هون اذا هاي واحد واحد ناقص اكس لانه اتجه لهي الجهة هاي 0.9 زائد اكس والاتش بلس زي ما حكيت لكم اكس عندي اياها هلا بكتب كي ايه بتساوي تركيز المواد الناتجة عن المتفاعلة x في 0.9 زائد x 1.1 واحد ناقص واحد x فباجي بقول انا عندي بشطب هاي الاكس وهاي الاكس او اكتب القانون اللي تعودته بلاش بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج تركيز الاي ماينس على الاتش اي قديش اعوض بي كي اي سالب لوج الواحد سالب لوج الواحد فازل 8 8 8 في 10 سالب 5 زائد لوج الاي ماينس قديش؟ الساعة بالعشرة زيرو بوينت تسعة هي زائد اكس بس بنهملها لاكس اكس على قديش الاسد صار؟ 1.1 فاصل واحد واحد فاصل واحد ناقص اكس وبقدر احملها لاكس وبطلع الجواب هذا الجواب لازم يكون نفس ما احل بهاي الطريقة واطلع الجواب بتطلع اكس اللي هي تركيز الاتش بلس وبعدين بتطلع منها البي اتش ولازم تطلع الجواب مباشره اذا بعيد كمان مره الحمد هو لحاله لحاله ما معوش ولا اشي كنا نعمل هاي الاتش اي يعطيني A- زائد اتش بلس اقول هاي عندي الها تركيز بدائي بنقص اكس هاي بزيد اكس بزيد اكس اكتب كي واحل اكس واطلع البي اتش لما صار في عندي بفر سوليوشن صار تركيز الاي ماينس بدي اعوضه اي تركيز اللي جاي من مين الملح من الملح طيب هلا انا عندي بفر حطيت عليه حمض لما بدي احط عليه حمض هذا الحمض بتفاعل مع جزء من القاعده فبدي اشوف انا بالاول قديش اللي تفاعل اللي تفاعل بدي انقصه من التركيز وبدي ازيده هون بعدين اشوف البفر وين بروح يمين ولا يسار الاكوليبريم بده يروح لهي الجهه عشان يعدل النقص بعمل انا ارقام جديده وبحل بناء عليها طيب لو ضفت قاعدة مش حمد شو اللي رح يصير عندي؟ العكس لو ضفت قاعدة تتفاعل مع الحمض فبالبداية بتقول تركيز الحمض بدي أنقصه بمقدار القاعدة وهاي بدك تزيدها بمقدار القاعدة وترجع تعمل وين بده يعمل إيكوليبريم شفت لليمين ولا لليسار هي شفت لهاي الجهة وترجع بعدين تحط ناقص إكس وزائد إكس وتحل الأرقام وتعوضها كمان مرة مفهوم؟ بخربش هذا الحكي بدكم ترجع تحلوا عليه الكتاب بيعطي بعت 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 تفاصيل كثيرة أنا حطيت المعادلة وطبقت عليها مباشرة شوف الكتاب شو بقول لك الأسد عندك بدك تفكه ل H plus كليا فتركيز ال H plus 0.1 الأسد بده يتفاعل مع القاعدة عندك بده ينقص تركيزها 9 بالعشرة وهذا الأسد بده يزيد 1 بالعشرة بعدين رجع كتب لك الإكوليبريام كما مرة وحكى لك لأنها هاي نقصت رح يعمل شفت لهاي الجهة ترجع بتحط هنا ناقص X وهون زائد X وترجع بتطبق المعادلة مم. كنا نسوي في التوجيه الطريقه الطويله تسويها بس قصدي انا الطريقه مثلا انا أحط المعادله هاي وبشوف مين تفاعل مع مين بنقص وبزيد وبعدين بعمل الايكوليبريم يمين ويسار وبحل هون اعطاك تفاصيل كثير انت حل باللي بيريحك انا بحب احل على هاي المعادله مباشره في ناس ما بتحبها مباشره بتحب تحط كي اي والقانون وتعوض الارقام وتطلع قيمه تركيز الاتش بلس بعدين تطلع البي اتش حل انت بالطريقه اللي بتشوف حالك فاهمها اكثر وعارف تحل عليها اكثر مفهوم طيب البفر سوليوشن كيف بنحضره في المختبر او كيف بنختار بفر سيستم بقول في البفر سوليوشن كل ما كان لوك الاسد اللي بيس على الاسد اقرب للصفر كل ما كان احسن احنا حكينا بي اتش بتساوي بي زائد لج القاعده المرافقه على الحمض بقول لك كل ما كانوا هدول متساويات كل ما بيكون احسن اذا هدول متساويات معناها هاي اقرب على ايش بدها تكون على الوعي صفر على الصفر لك كل ما كانت البي اتش اقرب على بي كي اي كل ما كان عندك البفر احسن معناها انه هذا الرقم بدي اياه اقرب ما يكون للصفر انا لوج الكونجكت بيس على الاسد طيب هون هذا السؤال بحكي لك مين احسن بفر سيستم تختاره لهاي الاسد اللي عندك يعني مين احسن اجيب h 3 بي 4 كاسد مع ملح بيحتوي على قاعدته المرافقه اللي هي اتش 2 بي 4 ولا اجيب هو الاسد هذا بعد ما فقد بروتون اجيب ال H2 PO4- مع قاعدته المرافقه hpo 4 2 ولا بالاخير اجيب ال 4 2 مع قاعدته المرافقه PO4- بي او 4 ماينس ثلاثة مين احسن اشي يعني اخده بأي مرحلة شوف كيف أحسن اشي لازم يعطيك كي اي لكل واحدة فيهم انت بدك بي اتش اقرب على بي كي اي فاول شغلة بتعملها بتعمل بي كي اي يعني بتاخذ سالب لوج الكي اي لكل خطوة فيهم طلع معنا بي كي اي للاولى 2.2، واحد 2،, .2. .2. وللثانية 7.21، وللثالثة 12.32، في السؤال بقول لي البي اتش بدي اياه 7.4 مين أقرب بي كي اي على البي اتش اللي بالسؤال؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية الثانية برافو، يعني بدي آخذ أنا الحمض يكون عندي اتش2 بي أو4 عليه شحنة سالبة والقاعده المرافقه تكون اتش بي او 4 عليه شحنه سالبه 2، انا شو قلت لكم؟ هل في عندي بالطبيعه شيء اسمه مجموعه عليها شحنه سالبه موجوده هيك بالطبيعه؟ لا على شكل ملح ما عندي، لو اني انا مختاره اتش 3 بي او 4 تمام بجيب الاتش 3 بي او 4 وبجيب ملح بيحتوي على هاي بس انا مختاره شغلتين سالبات الشيء السالب بده ايون مجمعه، يعني انا اخترت هاي اتش 2 بي او 4 باجي بحطها مع صوديوم اسهل شيء ان اي H2PO4 بقول انا هذا هو الحمض الضعيف اللي انا بدي اياه حتى لو انا جايبته من ملح ما في مشكله هلا بجيب القاعده المرافقه عليها شحنه سالب 2 بجيب ملح Na2HPO4 سالب 2 بقول انا بجيب ملح بيحتوي على الحمض الضعيف لانه انا الحمض الضعيف بدي اياه الاشي اللي عليه شحنه سالبه لو انه ما عليهوش شحنه بجيبه زي ما هو بس لما بيكون عليه شحنه سالبه، قلت لكم ما في شيء عليه شحنه سالبه. بدك تجيب ملح بيحتوي على الشيء اللي فيه الشحنه السالبه، لا الله، لو كان عندي شحنه موجبه بختار ملح بيحتوي على الشحن الموجب، يعني لو بدي انا NH4 بلس بروح بجيب NH4CL عشان يحتوي على NH4 بلس. فباجي بقول انا بجيب ملح بيحتوي على ال H2PO4، بجيب ملح الصوديوم، وملح الصوديوم بيحتوي على الايون الثاني. مش هون سؤالي، طب كيف اختار تركيزهم؟ ما هي الشطارة إنك تعرف قديش تحضر تراكيب قديش تذوب بدك تجيب مي وتذوب فيها هاي الأملاح بتحط <تركي> المعادلة شو يعني بتحط المعادلة بتقول بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج بيس على الأسد بي اتش سبعة إياها 7.4 بي كي اي أنا اخترت هالمعادلة الثانية فبي كي اي 7.21 بقول 7.4 ناقص 7.21 0.19 بتساوي لوج التركيز ال على الأسد بعمل على الآلة الحاسبة لوج بعطيني تركيز القاعدة على تركيز الحمض واحد ونص واحد ونص هذا مش واحد ونص جرام ولا واحد ونص مول شو يعني؟ يعني لازم تكون القاعدة المرافقة تركيزها واحد ونص ضعف الحمض يعني إذا أخذت تركيز الحمض 10 بدها تكون القاعدة المرافقة واحد ونص ضعفها يعني 15 فهمتوا هاي النسبة بينهم فإذا أنت عرفت وزن واحدة وعدد مولاتها بدك تحسب الثانية بناء عليها تكون واحد ونص ضعفها فشو بعمل أنا بجيب محلول بحط فيه na 2 hpo 4 واحد ونص ضعف NaH2BO4 فلازم تكون النسبة بينهم واحد ونص لواحد في المي فإذا جبت من واحدة واحد مول الثانية بدي أجيب منها واحد ونص مول مفهوم؟ اذا كمان مره انا كيف بختار البفر سوليوشن لازم اكون عارفه كي ايه واوجد قيمه PKA ايه. كل ما كانت قيمه البي كي ايه اقرب على بي اتش بكون هذا البفر عندي ممتاز هلا كيف بدي اعرف انا بدي احضر المحلول بحط المعادله بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج الكونجوجيت بيس على الاسد بحط الارقام وبجاوب وبطلع قديش النسبه بينهم هاي النسبة بينهم بتقول لي إنه لازم تكون واحد فيهم ضعف الثاني ثلاث أضعاف الثاني واحد ونص ضعف الثاني وهيك بحضر البفر سوليوشن هيك بنكون خلصنا هذا التشابتر على خير وصحة وسلامة وضايل عنا بس اللي هن الابليكيشنز مين اللي عمل البي اتش في الدم؟ شو هو البفر سوليوشن اللي بدها ما بدي اخليكم تشرحوا ما تخافوش بس شو البفر سيستم الموجود عندنا في الكربونات الكربونات البايكربونات وبكون عندي المرافق لها اللي هو وين مصدرها من وين مصدرها البايكربونات في من الكدنيز واللانجز عن طريق CO2 برافو هي هاي بدي اسمع CO2 مع الميه بده يعطيني الكربونيك اسيد اللي بتفكك بيعطيني البايكربونات طيب ما راح اخليكم تشرحوا ما تخافوش كان عندكم امتحان بعرف تكونوا مش محضرين ولا في شيء هلا هيك خلصنا الماده أه الاسبوع الجاي ما في محاضره اذا بدكم لما بقرب الفاينل بدكم اذا بدكم محاضره ديسكش انا ما بعرف شيء برضو عن الفاينل زي ما حكيت لكم خلصنا الماده بدكم الاسبوع الجاي محاضره ديسكشن ولا لما يتعين الفاينل وتكونوا فاهمين ودارسين بعدين نعمل محاضره ديسكشن بس نحضر يعني في إشي الأسبوع الجاي بتحبوا أرجع يعني عندنا ثلاث محاضرات الأسبوع الجاي هل في عندكم تشابتر أو في عندكم جزئية أنتم مش فاهمينها بدكم إياني أعيد شرحها؟ <applause> حتى لو طالب واحد يعني حتى لو طالب واحد بده إشي برجع بفتح له المحاضرة أنا عندي أسئلة يعني إنه في مجال <applause> طيب أسئلة على هدول التشابتر اللي بالأخير ولا أسألي على قبل؟ لا على هدول بالأخير يعني على هون الاسئله من ضمن اللي انا عم بشرحه ولا اسئله بدك انت كانت حلوه مش عارفه تحلهم لا لا من ضمن تشرحية يعني وفي ممكن أشياء قديمة يعني بس خلينا أرد أراجعها طيب امتى بدكم احد ولا ثلاثه ولا خميس؟ لا طيب ما تخليهاش في وقت المحاضرة خليها ليلي هي أحسن كمان عملكم شفت مسائي وانا عندي محاضرة الصبح ليش ان شاء الله؟ <تصفيق> 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 طيب ماشي بعملها مسائي مش مشكلة بعمل بس مش سبت الله يسعدك متى انا بقيت. عندي جمعة اجازة. لنا عمود ما عليك. طيب أه لما بدكم احكوا لي لأنه بعرف إنه بجوز في عندكم الترمات الأسبوع الجاي في امتحانات المختبرات. لسه ملان. المهم. <applause> <applause> المهم طيب إيمتى ما بدكم ابعثوا لي وأنا بعمل لكم محاضرة ديسكشن سواء صباحي أو مسائي. عمود ما بعث بعتولي لي على الموديل اه احكوا لي بدنا محاضره دسكشن بكره مثلا الساعه كذا طبعا دائما 5 5 ونص بعملهم المحاضره بس ابعثوا لي لما بدكم برصمش اي برصمش يوم بدكم اياه الاسبوع الجاي سواء كان مسائي او ب... او بموعد المحاضره او بفراغ الجامعه كله تمام في حدا ثاني بده غير ابراهيم؟ طيب في خيار ثاني انه انا يوم الاثنين عندي محاضره ال11 ل 12 ونص برضو موجود يعني يوم الاثنين اللي بده بدخل على محاضرة ال 11 و 12 ونص بأولها أو بآخرها بس أخلصها برجع بعمل دسكشن اللي بده يسأل أي أشي فاللي بده يدخل يوم الاثنين على محاضرة ال 11 الـ 12 ونص يدخل بعمل بعديها دسكشن مباشرة لأنه بكونوا مخلصين بكير معهم يعني رح أخلص بنفس الاشي وضل معهم وقت منيح زائد اللي بشوفني شوي سريعة بهاي المحاضرة أنا مرات بحس حالي شوي سريعة بمحاضرتكم محاضرة 11 ل 12 محاضرة 8 أبطأ شوية ومحاضرة 11 ل 12 ونص أبطأ بكتير فاللي بحس في نقطة مش فاهمها يعني نصيحة بالأول ارجع احضر تسجيل أنا بنزل تسجيلات محاضرة 11 ل 12 ونص دايما يعني ارجع احضر تسجيل محاضرة 11 ل 12 ونص أنا بشرح كتير أبطأ من هون فجربوا احضروا هناك اذا في جزئيه او سكشن مش فاهمينه تسجيل إيه؟ هاي المحاضره موجوده؟ ايه؟ تسجيل هاي المحاضره هاي نفسها موجوده انه لو لا واحده زيها ولا شو؟ اه اه نفس الشرح نفس يعني نفس نفس الماده ل 11 ل 12 ونص بشرح كثير ابطأ لانه بكون معي وقت اطول في المحاضره فبحس حالي انا ابطأ فبشرح كثير ابطأ في محاضره 11 ل 12 ونص فكل المحاضرات لكم موجود نفس يعني نفس الماده تسجيل 11 لـ 12 ونص إذا في جزئية مش فاهمينها ارجعوا افتحوا محاضرة يعني تسجيل محاضرة الـ 11 ل 12 ونص ممكن تحسوا إنه الشرح أبطأ وإذا في نقطة يعني هون بستعجل فيها هناك بكون كثير أبطأ. تمام؟ دكتورة أيوه ترجع سلايد لورا هون؟ امم أيوه إذا بدي أعمل H2PO4 سالب سالب واحد بجيب ملح بعطيني اللي هو القاعدة المرافقة تبعته ال HPO4 سالب 2 صح؟ لا 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 استنى بدك انت HPO4 سالب 2 سالب 2 لا H2 PO4 سالب واحد اه هذا مع الصوديوم لما بتحطه بالمي بيعطيك Na زائد H2 PO4 سالب واحد هاد لحاله بي او 4 سالب 1 بصير يتفكك يعطيني الاتش بي او 4 سالب 2 زائد الاتش بلس قاعدته المرافقه هاي بجيبها من ال ان اي 2 اتش بي او 4 تمام هون انا ايه. حطيت ملحين مع بعضهم بهي الحاله بس حتى هاي الاتش بي او 4 سالب 2 لها هذا التفكك وهذا اللي اساله ال ان اي 2 الان اي 2 اتش بي او 4 أه. اه هيرد يتفكك يعطيني بي او 4 و... اه ما... اسمعني شو بدي احكي هذا الملح لما بتحطه لو حطيت تركيزه 2 مولر قديش بده يعطيك تركيز هاي؟ 2 مولر 2 مولر هاي لما تتفكك هي 2 مولر هل بتعطيك هون 2 مولر؟ لا بتعطيني شيء بسيط آه. بس. فمن من وين بدك تجيب مصدرها بتركيز كثير عالي؟ اه فهمت عليك بتحط هذا الملح حط هذا الملح بيعطيك لو هاي تفككت افرض حطيت هذا بعطيني حتى... شيء بسيط افرض هذا الملح حطيته 4 مولر هاي فعليا 4 مولر لما تتفكك وتعطيك هاي او بدي ارجع معك انها ترجع لهون قديش بدها ترجع لهذا وقديش تعطيني من هذا قديش تعطيني رقم, رقم كتير صغير رقم كثير صغير تمام تمام شكرا سؤال بس اخر شغله بتيجي ترجع لمثال 16.1 بس اول فرع فاهم بسيط اللي هو لما يكون 0.2 نفس تركيز الحمض

بس حل يعني المره الثانيه لما طلب انه يكون التركيز 0.3 مول مع الملح هاي كيف بس انه بنعوض مول يلا هلا دعيتها بدك الفرع بي صح اه الفرع بي الفرع فهمه الفرع بي الفرع بي اه انسالي هدول الفرع بي في عندك تركيز الحمض 0.2 تركيز القاعده المرافقه هل هو اكس ولا هل تركيزها لازم احسبه انا من الملح؟ من الملح المفروض هو المفروض الملح زائد اكس بس اكس بنهملها يعني هو المفروض هذا 0.3 اللي جاي من الملح زائد اكس اللي من هون بس شو مالها هاي الاكس؟ نهملها فلما بكتب انا بي طبعا هذا هاي البي اتش القانون اللي بنستخدمه لما بيكون في عندي قلت لكم الحمض مع قاعدته المرافقه اللي جاي من الملح وبس مشتق من قانون بيك مش مشتق انت بعرف انت حضرت المحاضره الماضيه هي موجود حضرت المحاضره الماضيه اه 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 كي تركيز ايه المواد الناتجه عن المتفاعله بس رجعنا رتبنا المعادله اخذنا سالب لوج رجعنا رتبناهم طلع معنا انه بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج القاعده المرافقه على الحمض هذا القانون بستخدمه بيريحني لما بيكون في عندي حمض وقاعدته المرافقة جاي من الأسد بحط بي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج قاعدة المرافقة على تركيز الحمض شو بيساوي؟ قديش الكي اي عندي؟ واحد في عشرة قوة سالب خمسة فبقول بي كي اي سالب لوج واحد في عشرة قوة سالب خمسة زائد لوج قديش تركيز القاعدة المرافقة؟ 0.3 بتقدر تحط زائد اكس وبعدين تهملها بس انا مش احطها من اولها على قديش تركيز الحمض 0.2 0.2 تعود هاي الارقام وبتطلع البي اتش عندك بيطلع 2.72 سوري 4.9 هاي جواب 4.92 بس عو بس يعني تطبيق مباشر جوا المعادله ايوه فهمت سلم لك إذا تركيز القاعدة المرافقة بعتمده من من الملح تركيز الحمض هو تركيز الحمض بس تعود في المعادلة لازم بس أكون عارفة كائن إيه دكتورة بحب يسأل آه الـ سي a سي اي او أو H2 هيدروكسيد الكالسيوم ماله هذا قاعدة قوية صح؟ امم بس بدبش بالمي يعني شوف الذوبان والقاعدة في شوية علامات سؤال بينهم يعني يعني مش ضروري القاعدة القوية تذوب بالماء؟ قوة القاعدة تقاس بكي بي وبتفككها وب يعني والموضوع نسبي فلما بنحكي هاي قواعد قوية هي أشياء نسبية بين القواعد لازم تكون دايبة 100% في, في المية بس بعرف إنه هذا ما بدب بالماء 100% بعرف طب يعني ممكن يسألني إذا سترونج الكترولايت لا 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 ما نجيب لكمش الاشياء اللي محيره تخافوش تمام تخافوش تخفوش كيف انت الامتحان منيح صح دكتورة بدي أحكي لك شغلة عن الامتحان طيب آه. إيه بعتلك لك إيميل بخصوص الامتحان ما دخلتش عليه طيب ابعت بمشاكل الامتحان انك بدك تعمل انكمبليت اي حدا ما عمل الامتحان او صارت معه مشكله في الامتحان ببعت على مشاكل الامتحان وبردوا عليك تعمل انكمبليت او لا ماشي يعطيك العافية تمام دكتوره بس بدي اسالك شو قلت يعني مشروع متى بتنزل علاماته بكره او بعده بكثير نص اليوم يعني كمان بدكم تشغلوني جمعه وسبت وكمان خميس طب يعني بالله عليكم يعني عن جد ارتاح خلص بتنزلوا الدكتور يعني بيشتغل لكم 24 7 يعني وبش هيك الخدمات هي يعني برضه, برضه خلى الدكتور يرتاح شوي ليوم صح لا 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 بهاي معك حق بالضبط يعني كثير طلاب بيبعثوا لي بيسالوني اشياء يوم جمعه الساعه 1 بالليل شو رايكم مره مره احداهن بعثت لي الساعه 1 بالليل تقول لي تعملي اوفيس اورز انت بتعملي محاضره ديسكشن <applause> بدي جاوبها اه على الأربعة الصبح بعملها يوم الجمعه شو رايكم <applause> يعني يعني سامحونا بالجمعه بالسبت الله يرضى عليكم قدره <applause> طيب في حدا كمان عنده أي سؤال أي استفسار أي تعليق هنا وقفت الريكورد كمان عشان في ناس بتحبش تحكي في ريكورد صباح الخير ما صوتكم آه يا هزاري الحمد لله هي صبية حكى في سؤال هو ما أداني بس بدي أسأل عنه اللي هو الإيثانول ماله إنه لما نحط إيثانول بالماء شو بصير للماء شو بصير عن ايش بتسالي قدام يعني هل 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 بتقل درجه الغليان بتقل انت درجه شو رأيك؟ انت شو رايك لما تحطي شيء بالمي شو بصير بدرجه الغليان بتزيد بتزيد طيب صح يعني مش ما, ما بتقل درجه الغليان احنا شو اخذنا هي بت... اللي بصير انها اللي بصير انها بتقل درجه الانصهار صح برافو اخذنا ما بتحكي اخذنا بويلينج بوينت اليفيشن يعني انكريزينج وفريزينج بوينت ديبريشن هاي شو بدها اه تطبيق بس كنت مباشر تطبيق مباشر يا جماعة يعني صح ولا لا يا هزار؟ اه اه هو ما اجتني بس أتأكد منها اه شفته تمام برافو هيكم شطورين في إشي ثاني في الامتحان في ملاحظات في اشياء في إشي شفتوه يعني في مشكلة في إشي. مع, مع العلم اني أنا على فكرة ما شفت الامتحان ولا بعرف ولا بعرف دكتورة في سؤال أجي حطينا سوليوت في مي م. هسه معطينا حجم المي مش معطينا حجم حجم السوليوشن كله بعوض في القانون حجم المي عادي صح؟ اه لانه ما اعطاكش كل السوليوشن شو بدك سؤال؟ شو بدك تحسب؟ المولاريتي اه تمام شكرا <applause> هو الصح في المولاريتي يقول لك انه حجم السوليوشن هيك مش حجم السولفان طيب <applause> في كمان حد بحب يسأل أو يحكي أو يستفسر كل عام وانتو بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله الفصل الجاي بتكون الأمور أحسن إن شاء الله بنشوف الوضع أحسن وال... ومين رافع إيده ولا مين بعت إشي طيب اليوم أم... مين هات؟ في حد في حدا رفع إشي وبطل ما طلع عندي مين ماشي اه في حد كمان لسه بحب يحكي إشي يستفسر إشي طيب بنشوفكم ان شاء الله في محاضرة الدسكشن عخير خير ولا في الفاينل على خير ولا الفصل الجاي عخير ان شاء الله كل عام بألف خير كمان مرة سلامات يعطيك العافية دكتورة الله يعافيكم جميعا